اللود سو هيفلي اندكتيف انه الكرنت ما بينزل لزيرو. ايش الشرطين كانوا حتى يطفي هذا؟ يا اما الكرنت ينزل تحت الهولدنج كرنت، يا اما الفولتج يصير ما بيصيرش. هلا الكرنت ينزل تحت الهولدنج كرنت لانه الكرنت هون كونستنت، تقريبا كونستنت في ريبل صغير. مين اللي خلى الكرنت يكون في ريبل صغير؟ الهيفلي اندكتيف لود اللي موجود هون. فطلع عندي دي سي، فمشي في دي سي، فالكرنت عمره ما بينزل لزيرو، بس بيصير في كوميتيشن 180 درجة. بيشتغل 1.4 بوصل الكرنت، بوصل الكرنت من هاي النقطة لهاي النقطة على فكرة. وبعدين لما بيشتغل 2.3 بوصل الكرنت من وين؟ من هاي النقطة للنقطة هاي. لاحظوا التشغيل 1.4 بطل سينكرونايزد مع السبلاي. اوكي؟ فصار عندي في زاوية شفت، الشفت هاي قديش قيمتها؟ ألفا. فكل ما زدت ألفا راح يزيد عندي الديلي هذا اللي موجود هون. طيب نطلع الفورمولا تبعت الافرج اوتبوت فولتج. هلا احنا هون عم نقول انه هذا الاوتبوت فولتج هو عباره عن قسمين، قسم دي سي وقسم اي سي. الاي سي في فولتج بس بهمل الكرنت اللي ناشئ عنه بسبب الهيفلي اندكتيف لود، بس ما الهيفلي اندكتيف لود ما بياثر على الدي سي. فالكرنت اللي بيمشي عندي هون في المحصله هو دي سي كرنت تقريبا وذ فيري سمول ريبل، قيمته في افرج على ار. اوكي طيب خلينا الان نحسب الافرج فولتج. ما دامنا قلنا انه الدي سي هذا هون هذا اي اللي هو الدي سي كرنت بيساوي في افرج اوتبوت على ار، ار انا عارفها او عندي ار، وفي افرج، في افرج على ايش راح يعتمد هون؟ راح يعتمد على هذا البيك مضبوط، وراح يعتمد على الزاويه الفا، فلازم يطلع عندي فانكشن اوف البيك والفا. بصير عندي اذا في افرج بيساوي تكامل 1 على 2 باي. بقدر اخذه الان من الفا لباي بلس الفا، مضبوط؟ مش هيك بعمل؟ اذا اخذته من الفا لباي بلس الفا بقدر اضرب باثنين، مش هيك؟ عشان ما اردش اعيد هذه، بناخذ واحده من هدول ونضرب باثنين. وهي رح ناخذ الان ساين اوميجا تي دي اوميجا تي. ماشي؟ الكل متفق معي هون بهاي؟ اخذنا احنا هون عملنا من الفا لباي بلس الفا، عملنا هاي ساين اوميجا تي، هاي ساين اوميجا تي اخذناها من هون. هلا ضربنا باثنين لانه احنا هاي مكرره هون نفسها، فاخذت واحده منهم ضربتها باثنين. الاثنين بتروح مع اثنين، فبتروح اثنين من هون. في عندنا في بيك، انا ما حطيتش في بيك هون، في بيك اللي هي البيك تبعت هاي، او بدك تحولها للار ام اس، انت عارف الار ام اس مش هيك؟ ايش بنعمل؟ في ار ام اس في جذر الاثنين بعطيني في بيك. اذا هلا هاي بنطلعها برا، بتصير عندي في بيك على باي. هلا ايش بصير عندي ساين؟ ماينس كوساين اوميجا تي، وبدنا ناخذها من الفا لباي بلس الفا، مضبوط؟ هلا شو بصير عندنا هون لما ناخذ هدول؟ في بيك بتضلها برا باي. هلا ماينس كوساين باي بلس الفا، الكوساين في وين هذا الكوادرنت؟ اذا هذه الفا وين راح يكون باي بلس الفا؟ هون مضبوط. الكوساين موجب هون وموجب هون سالب هون، مش هيك؟ فراح يصير عندي هو نفسه ماينس ماينس كوساين الفا، مضبوط؟ وبعدين عندي ماينس ماينس كمان كوساين الفا، مش هيك؟ ماشي الكل متفق معي بهاي؟ فبصير عندي 2 في بيك على باي كوساين الفا. معناها لما الفا تكون زيرو قديش بتكون القيمة هاي؟ كوساين الزيرو واحد. شو بصير الافرج؟ في بيك على باي على 2 اللي هي نفسها اللي اخذتوها قبل بالسيركتس، مش هيك؟ مضبوط؟ طيب لما تكون باي 90 درجة ايش بصير عندي؟ كوساين ال 90 زيرو. يعني شو معناها فيزيكلي؟ انه هذه وصلت الفايرنج انجل هون 90 درجة ووصلت هون 90 درجة، كيف شكل الويف فورم؟ صار سيمتريكال مضبوط؟ حوالين البوزيتيف والنيجاتيف، فصار الاوتبوت اللي بنرسمه بالاحمر بصير عندي الاوتبوت من هون هيك هيك وهيك. اذا الافرج تبع زيرو، بس الشرط ايش الشرط؟ انه لازم يضل عندي كرنت ماشي. اوكي ماشي الكل فاهم؟ اذا ما ضل عندي كرنت ماشي ما راح يضلوا شغالين هذول، كيف بده يضل شغال الفتره هاي؟ بده يضل ماشي كرنت فيه مضبوط؟ لو ما فيش كرنت ايش راح يصير؟ راح يطفي الاس سي ار. فلازم في طريقه معينه حتى هذا يتحقق وفعلا يصير الاوتبوت. كل ما غيرت الفايرنج انجل، هلا شوف ايش بصير فيزيكلي.
لما بغير الفايرنج انجل ايش عم بيصير بهذا الافرج كارنت هون؟ بينزل بينزل مش هيك؟ لما بوصل عند 90 درجة شو بصير الافرج تبع هذا الكارنت من هون؟ زيرو. اوكي؟ هل بقدر ازيد عن 90 درجة؟ نظريا اذا زدت اكثر من 90 درجة شو بصير هذا؟ نيجاتيف، فبينزل فبصير ينزل نيجاتيف من هون. المشكلة عندي الكارنت ما بقدر يمشي غير بهذا الاتجاه. طيب كيف انا عندي هون اوتبوت نيجاتيف، عفوا الكرنت هون اي بقدرش يمشي بهذا الاتجاه. هلا هون السؤال، كيف انا بقدر اذا عندي سورس نيجاتيف اطلع منه كرنت بوزيتيف؟ فاهمين شو السؤال؟ يعني السؤال هيك، هي عندي سورس نيجاتيف اه، وهذا على فكره اذا بدك حطه فانكشن اوف الفا، او هي هون هذا هون هو فانكشن اوف الفا. لما الفا تصير اكبر من 90 درجه راح يصير هذا نيجاتيف زي ما انا راسمه هون. اوكي، الكرنت ما بيقدر يمشي فيه معي غير بهذا الاتجاه، مزبوط؟ لانه طلع هذا الاس سي ار بيقدر يمشي كرنت بالعكس، بيقدرش يمشي غير كرنت هيك. لو انا كيف انا بقدر امشي كرنت بهذا الاتجاه وهذا نيجاتيف؟ واللود شو؟ هو بصير لود. تمام تمام، بس ايش لازم يصير عندي حتى يمشي الكرنت؟ بده يكون في عندي لود مور نيجاتيف من هذا. هذا على فكرة صار لود، مظبوط؟ طلعوا عليه وين الكرنت ماشي فيه؟ ماشي بهذا الاتجاه، بطل سورس. ليش؟ تعريف اللود ايش؟ الكرنت بيمشي فيه بدخل من وين؟ بدخل من بوزيتيف وبطلع من نيجاتيف. إذا هذا صار لود، إذا ايش لازم يكون عندي هون؟ هذا ايش لازم يتحول؟ لسورس، مظبوط؟ نعم؟ اه تمام، ما راح يصير مش اندكتر، ما راح يزبط معي بالاندكتر. ما هو تمام أنا ماشي جايك. حتى يزبط هذا من هون لازم يكون عندي هون سورس، عادة بكون عندي دي سي موتور. عندنا دي سي موتور عماله بيمشي بعكس الاتجاه، فبتحول هو لجنريتر. وبصير يعطيني نيجاتيف هون وبوزيتيف هون. الماتور الدي سي موتور إذا اشتغل كجنريتر مش بيرجع لي طاقة؟ هلا لأنه عماله بلف بعكس الاتجاه، عماله بيمشي هون فهو صار جنريتر، فكأني بعمل عليه بريكنج. فهون صار الباور من وين عم تيجي الآن صارت؟ من الدي سي موتور. وين بترجع؟ تدخل من هون بترجع على السبلاي. الزاوية هلا صارت أكثر من 90، لاحظوا الزاوية لما صارت أكثر من 90 وين الكرنت راح يصير يمشي؟ تتذكرين لما كانت الفايرنج أنجل هون وين الكرنت في السبلاي كان؟ بوزيتيف هون ونيجاتيف هون. إذا درسوا الكرنت في السبلاي عند اللحظة هاي راح يكون بوزيتيف، وبعدين هون راح يصير نيجاتيف. هذا الكرنت ماشي بوزيتيف في اللود بس هو السورس جاي نيجاتيف. ملاحظين عند النقطة هاي الكرنت ايش بالنسبة للسبلاي فولتج؟ السبلاي كرنت بالنسبة للسبلاي فولتج في بينهم شيفت زاوية. لما توصل هاي الزاوية 90 صار السكوير ويف هاي شيفتد باي 90 ديجريز بالنسبة للسبلاي. إذا زادت ومشت أكثر من هيك ايش راح يصير؟ راح يصير كأنه الباور عمالها بترجع للسبلاي. فبتصير الباور تيجي من الدي سي موتور. بس حتى هذا يتحقق حتى يصير في عندي انفيرجن، هلا صار هذا تحول لانفرتر بالحاله هاي، صار الباور ترجع من الدي سي موتور وتروح على اللود من هون وترجع على السبلاي. هذا بنسميه انفيرجن. هذا امتى بصير؟ باي زوايا؟ من 90 ل 180. بضل هذا من 90 ل 180. كوساين ال 180 شو بصير؟ ماينس 1. فصار عندي كانه الفل فل فولي باور عمالي برجع للسبلاي. اذا عند زيرو بكون واحد اللي هي الويف فورم كامله من هون. كل ما زدت الفايرنج انجل راح الاقي الافرج تبع الفولتج هاي ويف فورم عماله بنزل، بصير عند 90 بصير زيرو بعدين بصير نيجاتيف. بس لازم يضل عندي كونتينيوس كرنت. هذا ما بصير النيجاتيف زي ما سال الشاب اللي هناك، ما بصير باندكتر، بصير بسورس، والسورس هذا بده يكون عاده بيكون عباره عن دي سي موتور. فالدي سي موتور هذا عماله بلف بعكس الاتجاه. اللي منكم ماخذ درايفز بنكون احنا شغالين بالكوادرنت الثاني، عم نعمل بريك لانه السرعه معكوسه، الموتور عماله بلف بعكس الاتجاه بس التورك لسه بوزيتيف.